وبالتالي ايضا يريد في مباراة اليوم العودة على حساب الريال. هذه خطيرة، فرصة جول، جول، جول لريال مدريد، ملعوبة سليمة في المرمى، هدف للريال. والريال منذ اللحظات الاولى بادي صح، الفريق الملكي بادي صح وسجل في الكرة الماضية. كريم بنزيما كان كريما لأوزيل، أوزيل بكل ثقة الكرة في المرمى، لكن كريم بنزيما اللاعب الأفضل في الفريق الملكي في فترة الإعداد الماضية، الكرة في المكان السليم، وأوزيل، أوزيل بالتالي كان في الموعد، والفريق الملكي يتقدم الآن على برشلونة بهدف نظيف. وبالمناسبة في جل لقاءات الفريقين في السوبر الإسبانية الأهداف كانت حاضرة وغزارة للريال هذا الحلم، وبالتالي يريد العودة للمباراة. وديفيد فيا الآن يحاول العودة لبرشلونة. ديفيد فيا وين 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 في الجول، وبالتالي يتعادل برشلونة، يتعادل برشلونة في الكرة الماضية القذيفة المحطوطة. تحرك ميسي فجاءت خطورة برشلونة، تقدم بها. الله الله الله، مثل هدفه في دوري الأبطال في مرمى فاندرسار، هنا اختار حقيقة مرمى كاسياس وحطها وين؟ حطها في مرمى كاسياس بهذه الجودة الكبيرة والجميلة، وبالتالي يعود فريق برشلونة من الفرصة الأولى، يأتي التعادل وتأتي الفرحة الكتالونية الآن في مدريد. جول ميسي، جول، وبالتالي المباراة رقم 11 لميسي، يسجل هدف رقم 11 في الكلاسيكو. يا إلهي يا إلهي، ميسي ومن غيره، ميسي ومن غيره، ميسي ومن غيره، ميسي في كل الحالات حتى وهو بعيد عن مستواه، ميسي ومن غيره، ميسي يتقدم، وبالتالي ميسي يسجل. الريال في لحظة من اللحظات كنت تشعر بأن الريال في الطريق لفوز كبير، لكن مع ميسي الأمور غير، مع ميسي الأمور غير، وبالتالي يتقدم برشلونة مرة أخرى. أيها السيدات والسادة، ها يورو هو اللاعب الذي يدخل الآن للملعب، وكرة خطيرة موجودة للفريق فريق ريال مدريد، كرة تسديدة، جول، جول، يعود الريال للتعادل، يعود ريال مدريد للتعادل، وتعود المباراة مرة أخرى إلى الإثارة، كل الإثارة، ويعود الكلاسيكو مرة أخرى مشتعلا. الكرة الماضية كريم بنزيما في الكرة، أو بيبي إلى تشافي ألونسو الذي سدد كرة ذكية جدا، مرت من بين كل الأقدام، لاحظ بيبي تصرف بالعقل في الكرة الماضية، والكرة بعيدة عن متناول حارس المرمى، تستقر في الجول، وبالتالي يعود ريال مدريد.